أحمد، للمرة الأولى تعلن فيها وزارة الدفاع الروسية عن استعمال أسلحة فرد صوتية من نوع صواريخ كينجال الفرد صوتية في عملية عسكرية داخل الأراضي الأوكرانية منذ بدء هذه العملية. توقيت ومكان هذه العملية واستعمال الصاروخ الفرد صوتي يحمل الكثير من الدلالات بحسب الكثير من المتابعين للأزمة الأوكرانية وللشؤون العسكرية. الحديث بدرجة أولى عن إحداث أو تغيير في موازين القوى على الأراضي الأوكرانية بعد لجوء روسيا لاستعمال هذا النوع من الصواريخ الذي يصنف بالحديث والذي وصفه بوتين في وقت سابق بأنه أحدث الصواريخ التي توصلت إليها التكنولوجيا الروسية وبأنه صاروخ لا يمكن لمنظومات الدفاع الجوي سواء على الأوكرانية أو تلك التي يمتلكها حلف شمال الأطلسي من اعتراض هذا الصاروخ. العملية العسكرية التي قامت بها أو قام بها سلاح الجو الروسي استهدف مستودعا للذخيرة على الأراضي الأوكرانية بالضبط في غرب أوكرانيا. مكان هذه العملية يحمل أيضا رسائل ودلالات بحسب المتابعين. نذكر أن بالأمس وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كان قد توعد القوافل العسكرية التي تدخل إلى أوكرانيا عبر الحدود لتزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة. قال لافروف بأن هذه القوافل ستكون أهدافا مشروعة بالنسبة للجيش الروسي، وبالتالي توجيه هذه الضربة في هذا التوقيت وفي هذا المكان يعد لدى الخبراء بأنه رسائل بدرجة أولى إلى أوكرانيا ومن ثم لحلف شمال الأطلسي الذي يقوم بتزويد أوكرانيا بأسلحة نوعية. بالعودة إلى سؤالك حول مدينة ماريبول واستنادا إلى تصريحات وزارة الدفاع الأوكرانية التي قالت بأن في الوقت الراهن من المستحيل الوصول إلى بحر أزوف بعد سيطرة الجيش الروسي على ميناء في مدينة ماريبول وبعد أيضا تطويق الجيش الروسي هذه المدينة. نتيجة للتطويق استندت أو اقترحت وزارة الدفاع الروسية فتح ممرات آمنة هذه المرة ليس فقط بالنسبة للمدنيين وبإنما بدرجة أولى موجهة إلى ما تصفهم روسيا بالقوميين والنازيين الجدد إذا ما أرادوا الاستسلام ورمي الأسلحة. لكن موسكو أكدت مرة أخرى بأن كييف رفضت هذا المقترح الروسي وهي تريد الاحتفاظ بالمدنيين واحتفاظ أيضا بالقوميين للمشاركة في أعمال عدوانية ضد الجيش الروسي.